تحية سلطان عونيا، مرحبا بالجميع. نتمنى يكون عجبكم هذا المورسو هذا، لان صراحه كانت فيه خدمه بزاف، وهذا هو المحتوى تقريبا اللي غادي يولي في الصفحه، لانني اللي يولي عندي في القناه لاني ترتاح ليه، ويعني هو انا سبيشاليزي في هادشي. هذا القناه راه تتعرض يعني للتبليغات دائما، يعني يوميا تبليغات، ما بغاوش يحبسوا الناس. هذا اي حاجه نحطها يبلغوا عليها ويتخباو، هذا هو المشكل. حتى انني اضطريت نتواصل مع اليوتيوب هذا الاسبوع، الاسبوع اللي فات عفوا، ونشرح لهم يعني ماذا يجري، وتا هما تفهموا الوضع. ف تحياتي يعني للجميع، ونتمنى تعجبكم هذا الفيديو. هذا بالنسبه لهذا المورسو اللي شفتوه، راه هو جزء من واحد الحلقه يعني طويله شويه، وفيها بزاف ديال الاحداث مجموعه، فتقريبا قربت نساليها، غير نسالي منها راه تحط، وراه تقد تحط في اي لحظه وفي اي وقت. هذا مكان، وعاونونا يعني في كسر هذا الحصار المخزني الحقير على القناه ديالي. بارطاجيو لي ليان ديال القناه في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في اي مكان. تحياتي لكم جميعا، ونشوفكم قريبا ان شاء الله. Thank you.